للمزيد ينضم إلينا الدكتور وليد يحيى، وكيل معهد القطن بوزارة الزراعة. أهلا بحضرتك معنا دكتور. بداية، قراءتك لاستراتيجية الدولة بشأن تطوير زراعة القطن. حضرتك، بالنسبة لاجتماع معالي وزير قطاع الأعمال العام ووزير الزراعة النهاردة، أعلن معالي وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بأن شون البنك الزراعي المصري على مستوى الجمهورية في جميع المحافظات اللي بتزرع قط سيتم فتحها لاستقبال أقطان المزارعين في عملية تسويق الأقطان المصرية هذا الموسم، وذلك للمحافظة على الأقطان المصرية من الأمطار والظروف الجوية. ايضا اتفق معالي وزير الزراعه ومعالي وزير قطاع الاعمال العام على الالتزام بسعر الضمان اللي تم اصداره من مجلس الوزراء في فبراير الماضي، وهو 10,000 جنيه لامطار متوسط التيله للوجه الابلي، و12,000 جنيه للامطار الاقطان الطويله في الوجه البحري، وذلك لصالح المزارع. اتفق ايضا الوزيرين على اصدار سعر ضمان سنوي لمحصول القطن في يناير من كل عام، وذلك يتم تحديده وفقا لتكاليف الانتاج واسعار مستلزمات الانتاج الفعليه، وبما يحقق هامش ربح للمزارع وتحقيق التنافسيه العالميه للقطن المصري. ايضا اتفق الوزيرين على تحديد الاحتياجات الفعليه لقطاع الغزل والنسيج والمغازل المحليه والمغازل الخاصه واحتياجات التصدير سنويا وفعليا، وذلك لتحديد المساحه المستهدفه زراعتها سنويا من القطن المصري بما يحقق الامداد الفعلي لصناعه الغزل والنسيج المصريه وامداد السوق العالمي اللي بيقوم باستيراد الاقطان المصريه. إلى جانب اتفاق الوزيرين وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ووزير قطاع الأعمال العام على الدعم الكامل لصناعة الغزل والنسيج ولخطة الدولة المصرية في تطوير قطاع الغزل والنسيج على مستوى الجمهورية وإمداد هذا القطاع بما يحتاجه من مادة خام لعمليات للمغازل، إلى جانب إمداده بأحدث الأجهزة الجديدة اللازمة لصناعة الغزل والنسيج. في النهاية اتفق أيضا الوزيرين على أن منظومة تسويق الأقطان المصرية اللي تم تطبيقها منذ 4 سنوات أعطت سعر عادل للقطن المصري وللمزارع المصري، وده كان السبب في زيادة المساحة المنزرعة خلال الأعوام الأخيرة من القطن المصري. واتفقوا على سرعة عمل اجتماع لمنظومة التسويق الجديدة في الفترة القادمة لوضع الخطوات الأساسية عمليات تسويق الأقطان المصرية للموسم الجديد 2024، واللي هيبدأ فيها فتح مراكز التجميع في الوجه الإبلي في نهاية شهر أغسطس، وفي الوجه البحري في نهاية شهر سبتمبر إن شاء الله. نعم، دكتور وليد يحيى، وكيل معهد القطن بوزارة الزراعة، شكرا جزيلا لك.